كابتن بلال، الف مبروك. نتيجه طبيعيه يعني، خصوصا التفوق الواضح للنادي الاهلي، وبخاصه الشوط الثاني يمكن كان تقريبا وان سايد جيم. طبعا نتيجه تخلص 6-7 يعني للنادي الاهلي. انت بتلعب فرقه عندها اسلحه هجوميه كويسه ومتعدده، ولكن فرقه دفاعيا من اقل الفرق اللي موجوده في الدوري العام من وجهه نظري تنظيما على الاقل. مش هتكلم بقى على امكانيات وقدرات، انا هتكلم على التنظيم. بتلعب بعشوائيه كبيره جدا، تمام، مساحات كبيره جدا في الملعب موجوده. والدليل الهدف بتاع كهربا، الهدف الرابع بتاع كهربا، يمكن المدافع موجود في اخر الملعب، معرفش كان بيعمل ايه. استغلوا النادي الاهلي بشكل كويس، ضغط بشكل كويس، بس احنا الفكره خلاص انت عايز تكسب، تمام، وبتشتغل لاخر لحظه في بطوله الدوري العام انك انت عايز بتبقي على الامل، وان ما ابقتش على الامل فانت بتشتغل بشخصيه الاهلي. مزبوط. ان انت مش هتدخل المباراه حتى لو فقدت الدوري العام وانت داخل عشان تحصيل حاصل، انت مهم جدا بالنسبه لك المكسب، مهم صحيح. جدا يعني حتى لو كنت جريح، تمام، مش بطل الدوري، فالاهم بالنسبه لك ان انا برضو يبقى النهايات بالنسبه لي جيده. ما ينفعش النادي الاهلي بيخش المباراه حتى لو خسران دوري عام ويدخل مباراه تحصيل حاصل بالنسبه له يكسب زي ما يخسر. الامور معانا ما تتحسبش بالشكل ده. صحيح. احنا لينا مقاييس ثانيه مختلفه، ممكن تلعب بالناشئين، ممكن تلعب بالبدلاء، ممكن، ولكن هتظل السبريت هي هتظل الرغبه هيظل النادي الاهلي عايز يكسب كل المباريات حتى وان كان الدوري العام بعيد جدا. يعني احنا بنتكلم اكلينيكيا، يعني الدوري بعيد عن، مش في ايدينا على الاقل، مش هقول بعيد او قريب، لكن مش في ايدين النادي الاهلي خلاص. الدوري مش في ايدين الاهلي، في اقدام ثانيه اخرى بتتحكم في القصه دي. ولكن احنا المهم بالنسبه لنا لاخر الدقائق في بطوله الدوري العام ان انت عايز تكسب، ان انت عايز يبقى ليك التواجد بتاعك يبقى بشكل جيد جدا يعني في المباريات بتاعتك. النهارده ماتش جيد بالنسبه للاهلي، فترات في الماتش بتفقد التركيز وده امر طبيعي، خد بالك، يعني الضغوطات اللي موجوده والحسابات اللي بتحسبها اللعيبه والجهاز الفني في الملعب، مين هيكسب مين هيخسر، طب هنكسب مين هيخسر، وضع طبيعي جدا. يبقى يجي لك بعض اللحظات في الملعب وانت دماغك مش في الملعب، وده امر طبيعي، خد بالك يا كابتن. بس عايز اقول لحضرتك حاجه في النقطه دي، يعني مثلا انت نجحت في الشوط الثاني انك تفرض سيطرتك سيطره كامله من بدايه الشوط الثاني لاخر الشوط الثاني. مظبوط. قدرت تحافظ على نظافه شبابك. صح. انت بدات المباراه بدايه قويه جدا، يمكن كان ممكن بعد الهدف اللي احنا احرزناه نجيب هدفين وثلاثه وقبله هدفين وثلاثه، ولكن برضو خدتنا احداث المباراه واستقبلنا هدفين. حته العمق الدفاعي اللي بيتكلم عليها الكابتن عادل هكلم فيها معاه بعد كده فنيا في حاجه معينه، هل دي نابعه من اللعيبه ولا دي اوامر مستر موسيماني؟ شوف، اكيد مستر موسيماني ما قالش للعيبه لما تسجل هدف ارجع ورا ودافع واعمل عمق دفاعي ودي مساحات المصري ان هو يشتغل، اكيد ما قالش الكلام ده، التعليمات بس خلاص. انت بص يا كابتن، انت النهارده مثلا في ماتش زي ده تحديدا، يعني انت بتلعب المصري، انت عايز تكسب المصري، تمام، والمصري عنده دوافع كتيره جدا جدا، بيلعب الاهلي وبيلعب على ثالث وعايز وعنده حاجات كتيره جدا في الملعب، وعنده امكانيات وقدرات برضو، عنده لعيبه عندها امكانيات وقدرات تقدر يعني تشتغل كويس وعندها مهارات فرديه ويقدروا يسجلوا هدف زي ما حصل في الهدف الاول والهدف الثاني. بس لما نيجي نبص على الاهداف اللي جت في النادي الاهلي، ايوه، اخطاء، كلها اخطاء، مش نتيجه لتكتيك بيعمله المصري او فرض سيطره اشتغل عليها، او نتيجه بلان هو واضحه بالنسبه لنا بيشتغل من ناحيه اليمين فتيك اوفرلاب فبيشتغل فبيلاقي عرضيات، لا الكلام ده. الهدف الاول كره عرضيه اتلعبت عدت كل دفاع النادي الاهلي، علي معلول عدم تركيز، تمركز خاطئ، خلاص بقى هدف بالنسبه للمصري. الهدف الثاني الكره يعني دربكه في ال 18 لاحمد جمعه، السلاي بيمد رجله، خلاص بنالتي، هو دول الهدفين اللي تسجلوا في النادي الاهلي. ممكن يبقى في فرصه او اتنين قبل كده، الفرصه واتنين نتاج برضو ان انت بتكسب وعايز تحافظ، انت بتكسب وعايز تحافظ، ودي درس لعيبه النادي الاهلي، درس مهم جدا عشان خلاص انت السنه دي خلاص خلصت، انت داخل على بطوله افريقيا، داخل برضو على عندك كاس مصر.